السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكمل الكور ديالنا فيما يخص الإلكتروستاتيك على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. النسخة الجديدة من الكور، راه كاينة نسخة قديمة، هذه نسخة جديدة بروفيسيونيل، يعني الشرح من أ زد، يعني أي حاجة تابعة البرو غتلقاها إكزاكتومون هنايا. ألوغ هذه هي الحصة الثانية بالنسبة الالكتروستاتيك، هذا انا الحصه الاولى، اللي ما شفتش الحصه الاولى ضروري انك تشوف الحصه الاولى لان شي كيكون مرتبط مزيان. الو هذه الحصه الثانيه شنو غادي نشوفو فيها؟ غادي نشوفو فيها لو شون الكتروستاتيك، شي حاجه بسيطه بزاف، كريي باغ ان شارج بونكتييل ديسكونتيني. يعني حنايا راه مازال في ديسكونتيني، مازال ما دخلنا في كونتيني، حيت كنهضروا على ديسكونتيني يعني كتكون لا شارج مفرقي، اما حيت كنهضروا على كونتيني يعني اما كتكون في سورفاس فولو فوليم اكسيتيرا. هادشي غنشوفوه في الحصص الجايه. صافي مزيان. الو اول حاجه كما العاده خاصنا نفهمو مزيان باش نحفظو، خاصنا نفهمو شكون هو اول حاجه التعريف ديال لا ديال لو شون الكتروستاتيك، حيت كنهضروا على لو شون يعني مجال كهربائي. يعني اش يعني؟ حيت كنهضروا على لو شون الكتروستاتيك، اي شحنه كما كانت موجبه ولا سالبه فانها كتنتج لنا واحد لو شون الكتروستاتيك. مزيان. هنايا يعني كيكون اختلاف ما بين الشحنه موجبه ولا الشحنه سالبه. ركز معايا مزيان، اذا كانت عندي شحنه موجبه ها هي اشنو كيكون؟ كيكون عندنا داك المجال الكهربائي وما يسمى بلوشون الكتروستاتيك. هو شكون هو التعريف ديالو؟ هو واحد المنطقه ياك محاطه بالشحنه، يعني واحد المنطقه محاطه بالشحنه، حنا باش كنمثلوها بالاسهم. مزيان. ايه هنا حيت كتكون موجبه فانها كتكون خارجه من الشحنه، يعني خارجه من الشحنه. هذا ها هو، هذه هي المنطقه اللي كنرسم دابا، ها هي اللي محيطه على اش؟ على الشحنه. وهذا الاتوم ممكن كيتسمى لو شون الكتروستاتيك. دونك بالنسبه للموجب كتكون خارجه، بالنسبه للسالب كتكون داخله. سي تري بيان. دونك هادشي خاصنا نكونوا ضابطين، يعني اي شحنه كيما كانت فانها كتنتج لينا واحد الشون الكترو ستاتيك. مزيان. الوغ دابا شفنا الا كانت عندنا سالبه ولا كانت عندنا موجبه. في الحاله فاش كيكونوا موجب حدا السالب، تركز معايا مزيان، الا كان عندنا سالب شحنه سالبه وحدها شحنه موجبه، ماذا شنو كيوقع؟ الشحنه الموجبه اشنو كيوقع لها؟ كيكون عندها واحد لو شون الكتروستاتيك خارج منها، وهذا شنو كيكون؟ كيكون داخل. مزيان. ولكن في هاد المنطقة، هاد المجال المشترك، اشنو كيوقع؟ كيوقع واحد الانتقال، يعني هنايا كيكون عندنا من هنا لهنايا اتجاه، يعني كيكون عندنا اتجاه ديال لو شون الكتروستاتيك كينتقل من الموجب للسالب، من الموجب للسالب، من الموجب للسالب. دونك هادشي كنشرح راه يقدر تعطيك في الكيستيون دو كور، يعني من الاخطاء اللي كيكونوا كيقولك ان هاد الخطوط ديال المجال كتقاطع. هادشي راه امبوسيبل تقاطع، يعني تجي واحد خط المجال هكا ويجي خط اخر مجال هكا، امبوسيبل يتقاطع. يعني هنا الا كان هاد الخط هذا ناتج من عند واحد الشحنه سالبه وهاد الخط ناتج من عند شحنه موجبه، اشنو كيوقع؟ كيوقع انتقال، بحال قلت انه كينتقل منها بحال هكا الاتجاه ديالو. مزيان. الا كانوا بحال كيوقع واحد التنافر، ما كيتلاقاوش، تقاطع ما كاينش. يعني الا كانوا اكزومبل بلوس مع البلوس، ياك اشنو كيوقع بلوس مع البلوس؟ يعني هذه كتمشي كيخرجوا منها لي شون الكتروستاتيك. مزيان. ولكن هنايا فاش كيكون داك المجال مشترك اشنو كيوقع؟ كيوقع اجنو كتخرج منها، وهذه كتخرج كيوصلوا لهذا لو بوين، كيوقع واحد التنافر وكيمشي اون باراليل. دونك هنا واحد التنافر وكيمشي اون باراليل. يعني الا جينا نحسبوا لو شون هنايا او، غادي نلقاو عنده قيمه، غادي نحسبوا او هنا نلقاو عنده قيمه. او هو لو شون الكتروستاتيك، كنمثلو له بأو، يعني هاد واحد لا فيكتور او، هذا هو القيمه ديال لو شون الكتروستاتيك. صافي. غير هنايا الا جينا ما بين هذا فهاد لو بوين هادي وحسبنا او، غادي نلقاوها اكزاكتومون زيرو، لانها جايه فاش في التنافر ديال هاد الخطوط ديال ما يسمى بخطوط المجال. صافي. خطوط ديال هاد المجال دي اما موجبه ولا سالبه. سي تري بيان على حسب لي شارج اللي عندنا. الو
دونك هادو هما لو بوان اللي خاص تكون فاهمو، ان الخطوط ديال المجال امبوسيبل انه تقطع. سي تري بيان. الو كاين واحد الحاجه، الا كان هنايا جاو هادو في الوسط، علاش؟ لان حنا افترضنا ان الشحنه بحال يعني كي هنا موان كي وهنا بلوس كي، يعني القيمه ديال هادو متساويين. الا درنا لو فالو ابسولي ديالهم متساويين، لا ميم شوز. ولكن الا ما كانوش متساويين، هنا كيكون واحد الاختلاف. ركز معايا، الا كان اكزومبل واحد الشحنه، ها هي نسميو هذه شحنه موجبه صافي، وهذه شحنه سالبه. سي تري بيان. هاد الشحنه الموجبه عندها واحد القيمه 3 كي، وهاد الشحنه السالبه عندها موان كي، يعني هذه عندها قيمه اكثر من هذه. الا درنا لو فالو ابسولي صافي مزيان. هذا كيعني اش؟ كيعني ان القوه ديال هذا يعني لو شون الكتروستاتيك ديال هذا كبيره على لو شون الكتروستاتيك اللي كينتجنا هذا. كل ما كانت القيمه ديال الشحنه كبيره، كل ما كانت لاشا لو شون الكتروستاتيك كبير. يعني حيت كنجيو حنا التمثيل ديالو نورمالمون، يعني شنو كيخرج من الموجب للسالب، ها هو من الموجب للسالب، من الموجب للسالب. وهنا نقولوا اكزومبل السالب راه كيدخل من عنده جوج خطوط، ولكن حيت كنجيو نمثلو هنايا كي غادي نمثلو بزاف الخطوط، يعني راه عنده انت جوج ثلاثة أربعة خمسة دا اكسيتيرا، يعني ان القيمة ديال هذا كبيرة، يعني القيمة يعني لو شون الكتروستاتيك ديال هذا او كبر من الشون الكتروستاتيك او ديال هذا. مزيان. يعني كان عندنا هنايا موجب موجب مع موجب اكزومبل، موجب مع موجب صافي. شنو كيوقع؟ كيما هذا نفس لا تكنيك، يعني كيكون خارج منه الموجب وهنا كيكون خارج منه الموجب صافي. نفترضوا ان هذا القيمه ديالو اكزومبل 3 كي، بينما هذه كي يعني موجب بزاف، ولكن موجب زعما بجوج، يعني ان القيمه ديال هاد لا شارج هادي كبر من القيمه ديال الشارج. هنا شنو كيوقع؟ هاد النقطه ديال فاش كيكون او ايغال زيرو ما كتكونش في لاميليو كما شفنا في هاد القيم اللي بحال، لا كتكون في حزات كتكسكس الى هنا. يعني هذه هي النقطه وهذه هي الاتجاه، هاكا يعني هنا هاكا وهكا. وكيكون هنا كيما العادة أن هذا بزاف ديال لو شون يعني كتخصك حاجة منها، يعني القيمة كتكون كبيرة وهنا فين كتكون. دونك هادو خاصك، هادو هما كيتسماو لي كاركتيريستيك مميزات ديال لو شون إلكتروستاتيك. دونك خاص تكون هادشي كامل وفاهمو وضبطو باش ما تلقاوش في مشكل. دونك كيما كنشوفو أن الحركة ديال هاد ديال هاد ديال هاد الخطوط هادو كتكون بيضاوية، بيضاوية يعني حركة بيضاوية. دونك سي تري بيان. فوقاش كتكون الحركة مستقيمية في حالة وحدة؟ إلا كان عندنا إكزومبل، دونك جيو كتبو لكم هاد البارتي وي. إلا كان عندنا نجي نمثلو، دونك إلا كان عندنا واحد جوج صفيحات، نجيبو صفيحة هنايا وصفيحة هنايا صافي. دونك هاد الصفيحة غادي نحاول أنني نشارجيها باش بنيجاتيف صافي، وهاد الصفيحة نشارجيها بوزيتيف، لي شارج بوزيتيف. في هاد الحالة هادي لو شون إلكتروستاتيك هنايا شنو كيكون؟ كيكون متوازي، يعني كيكون متوازي، هو أو يعني ما كيكونش بيضاوي. دونك هاد الشكل هادي هي الحالة فاش كيكون خطوط المجال متوازية وليس بيضاوي. يعني في هاد الحالة هادي إلا كانوا اون باغالي، يعني إلا الشارج عندنا اون باغالي سي تخي بيان، يعني واحد الصفيحتان ومشارجي هادي بالنيجاتيف وهنا بوزيتيف سي بيان. دونك هادو هما الحالات اللي خاص تكون ضابط نتايا اللي عندنا. الوغ نحيو هادشي ونتطرقو ل اكزاكتومون كيفاش نحسبو، كيفاش في لي زيكزيرسيس اكسيتيرا. دابا نمشي، دابا طرقنا على لي كيستيون دو كور اكسيتيرا، هكا ديال التطور بحال الاسئلة خاص تكون ضابط مزيان. دابا غادي نهضرو على اش؟ ركز معايا على لا غولاسيون ديالنا لو شون الكتروستاتيك او. اشنو كتساوينا؟ كتساوينا اف على كي. منين جات اف؟ منين جات كي؟ هادشي اللي غادي نتطرقو ليه لهنا. ركز معايا، نفترضو ان عندنا واحد المجال الكهربي، واحد لو شون الكتروستاتيك، هاهو نمثلو انا بهذا بالخضر صافي. سي تري بيان. الوغ سي بيان، هذا هو او مجال، هذا ناتج على اي حاجة صافي. سي تري بيان. المهم عندي انا واحد المجال، سي تري بيان، واحد لو شون الكتروستاتيك، هذا هو بالخطا. الا جبت انا وجبت
واحد الشحنة هنايا موجبة، اكزومبل موجبة، ها هي شحنة موجبة مادية. اشنو كيوقع لهاد الشحنة الموجبة؟ كتأثر، لأن قلنا في التعريف ديال لو شون إلكتروستاتيك أنه كيأثر لينا على الشحنة، إما بأنه كيوقع واحد الانجذاب، إما واحد التنافر. مزيان، سي تخي بيان. إلا كانت موجبة فإنك تكون الحركة ديالها حركة ديال لو شون إلكتروستاتيك، يعني الحركة ديال هادي تكون في هاد الاتجاه. مزيان. وإلا كانت سالبة فإنها كتكون عكس حركة ديال لو شون إلكتروستاتيك، يعني إلا كانت سالبة فإنها كتكون الحركة ديالها في الاتجاه المعاكس. سي تخي بيان، لأن هادشي خاصو يكون مضبوط، خاصك تفهمو. ألوغ هنايا راه ماشي هاد الشحنات هما اللي نتجو لنا هاد الهداء، هاد دو شون إلكتروستاتيك اللي رسمتو بالخطر، قلتو أن ناتج من أي حاجة، صافي. غير كاين عندنا واحد، كاين عندنا عاد حكينا الشحنة، ماشي هاد الشحنة هي اللي نتجت لنا أو، صافي، باش نكونو نكونو فاهمين مزيان. هاد الشحنة راه حطيناها في واحد المجال ديال إلكتروستاتيك، واحد المجال كهربائي. سي تخي بيان. ألوغ إلا كانت شحنة موجبة فإنك تكون الحركة ديالها كتمشي مع الحركة ديال او، إلا كانت سالبة عكس الحركة ديال او. سي تخي بيان. دونك هادي أول حاجة، القيمة ديالها كتكون القيمة. دونك هادي شكون اللي كيحرك هاد الشحنة هادي؟ واحد لافورس، هاد لافورس هادي كنسميوها اف، هاد لافورس اف هي اللي كتحرك لينا هاد الشحنة، غنسميوها اف، هي اللي كتحرك لينا الشحنة من هاد الجهة. هاد الاف هادي القيمة ديالها شكون هي؟ القيمة ديالها سهلة، القيمة ديالها هي كي، هي او، او قيمة ديال لو شون الكتروستاتيك او فوا اش فوا لا قيمة ديال الشحنة، يعني لا شارج ديالها، نسميوها كو ان و نسميوها كي دو، يعني فوا كو ان. مزيان. الا قلت لك جبت لي القيمة ديال هاد لا فورس هادي اللي حركت لنا هاد لا شارج في العكس ديال او، تقول لي سهلة، هي اف كتساوي لنا او فوا كو دو، كو دو القيمة ديال كو دو. سي تخي بيان. دونك من هنا هادي سيتو لا غولاسيون ديالنا، ان او، ان او اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اف على كو ان، على كو ان، عفوا، ثم على كو ان. سي تخي بيان. وحنا ملي جاتنا لا غولاسيون ديالنا خاصنا نكونو فاهمينها مزيان. الوغ دونك يقدر يتعطاك واحد لا كيسيون اكزومبل، فين كيتعطى بحال هادشي اللي رسمنا، انها ان الموجب كيمشي في الحركه ديال لو شون الكتروستاتيك، ولكن السالب كتمشي عكس الحركه ديال الكترون السالب. يعني الى عطاك اكزومبل، عطاك بحال هكا هنا مزيان، دونك عطانا بحال هيا هكا، وعطانا الحركة ديال لو شون الكتروستاتيك من هادشي. مزيان مزيان. عندنا في الحالة ديال الإكيليبر، في الحالة ديال الإكيليبر راه كانوا هاكا، مزيان، في الحالة ديال الإكيليبر كانوا هاكا، ولكن حيت زدنا واحد لو شون الكتروستاتيك في هاد الإتجاه، هادو تحركوا، وحدة مشات لهاد الجي وحدة مشات لهاد الجي، لأن عندنا جوج هنايا، واحد الكرة مشات لهاد الجي واحد الكرة مشات لهاد الجي. أول سؤال غادي يقولك باش مشارجين هاد لا شارج ديالهم، سهلة، كتقول له بما انها كانت في هذا البوان وتحركت في هذا البوان، يعني الحركه ديالها هي نفس الحركه ديال اه، هذا كيعني ان لا شارج ديال هذه هي البلوس، هي بوحدها اللي كتمشي في نفس الاتجاه ديال اه، ولكن هذه كانت هنا وتحركت لهنا، دونك هذه عكس الحركه ديال اه، دونك هتكون نيجاتيف. مزيان. ثاني سؤال يقدر يطرحوك، جبت لي لو فورس اللي مطبقه على هاد اكزومبل، هاد الشحنه هادي اللي عندنا هنايا، غتكون له سهله. عندنا اول حاجه هاد الخيط هادا يشادو، غنسميوها تي، مزيان. ثاني حاجه لو بوا كيما العاده. ثالث حاجه شكون هي؟ اشنو عندنا هنايا؟ شكون اللي كيأثر؟ شكون اللي حرك هادي من هنا لهنا؟ وهو او. شكون هو او؟ هي لا فورس اف، صافي، هي لا فورس اف، ها هي لا فورس اف. مزيان. وصافي، مازال واحد لا فورس قريناها في الحصه الفايته، وهي لا فورس دو اتراكسيون، يعني فاش كيكون عندنا الموان مع البلوس فانها كتاثر بواحد اشنو، بواحد لا فورس انجذابيه، هذه نسميوها اف ديال واحد على جوج، ولا نسمي هذا وي هذا نسميه واحد وهذا نسميه جوج، يعني واحد على جوج، واحد كيأثر على جوج. سي تخي بيان. هذه نسميوها كو
Q2 Q2 وهذه Q1 سي بي. يعني ش عندنا من لي فورس عندنا 4. دونك هادشي خاصو يكون متباط سي بيان. دابا غادي نمحيو هادشي ونشرحو مزيان. اشنو قلنا؟ قلنا اول حاجة دابا شنو غادي نشوفو؟ قلنا لا غولاسيون لي سنتجنا بعدا جاء قلنا ان او شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اف على كيو. مزيان الوحدة دي راها باينة اف نيوتن على الكولون سي بيان. دابا غادي نشوفو قيمة المجال الناتج عن شحنة. قيمة المجال الناتج عن شحنة مازين عندنا واحد الشحنة. احنا شوف معايا عندنا واحد الشحنة عفوا اكزومبل نفترضو انها موجبة صافي. القيمة ديالها هي كيو كيو مازين. واحد المسافة من هنا لهنا بعيدة عليها واحد المسافة ار. هذه مسافة نسميوها ار. مازين عندنا واحد لو بوان ام بين حنا نشوفو قيمة ديال هاد المجال يعني قيمة لو شون الكتروستاتيك يعني هاد او هادي بينا نشوفو شحال كتساوي لنا. ركز معايا هاد او هادي كيفاش غنحسبوه؟ او ركز معايا او اشنو كتساوي لنا؟ او كتساوي لنا كا لا كونستانت ديالنا اللي كتساوي تسعود في عشرة اس تسعة. دونك هادشي خاصكم ضابطو فوا اش فوا كا فوا اش فوا لا قيمة ديال هاد الشحنة هادي كو ان كو ان ولكن كنديرو قيمة مطلقة لأن حنا او ياك دونك مقسومة على اش؟ على المسافة اللي ما بين الشحنة وما بين ديك لو بوان يعني ار او كا. مزيان ركز معايا في هاد لابولاسيون هادي راه كتخدم بيها بزاف صافي. يعني الى عطاني البروف واحد الشحنه صافي وعطاني واحد لو بوين بعيد هذيك الشحنه كتحسب لي القيمه ديال لو شون الكتروستاتيك سهله بزاف. كتقول له ان او كيساوي لنا كا كونستانت كا كونستانت كتساوي لنا تسعود في عشرة اس تسعود صافي سي تري بيان. الوغ فوا اش فوا كو ان كو ان راه كيكون عاطيها في القيمه ديالها كو ان كدير القيمه لو فالور ابسولي ديالها مقسومة على اش؟ على اخ او كار يعني المسافة ما بين ديك الشحنة و ديك لو بوان ام اللي بتحسب فيها لو شون الكتروستاتيك. مزيان هنا راه كاين واحد الحاجة مهمة كيما كتلاحظ كل ما كانت او فوقاش كتكون او كبيرة فوقاش كتكون القيمة ديال او كبيرة. الا كانت ار صغيرة الا كانت ار صغيرة اش كيعني هذا؟ يعني غير فهاد لاغولاسيون انت هاهي الا كانت ار صغيرة هنا لتحت الا كانت كل ما صغرنا ار كل ما او كبرات كل ما كبرنا او كل ما ار صغرات. علاش؟ لان المسافه شوف المسافه كل ما كانت صغيره كل ما كانت او كبيره. راه قلنا يعني اكزومبل هاد بلس راه كتنتج واحد المجال ها هو هذا هو واحد المجال واحد لو شون الكتروستاتيك. يعني الا جينا حسبنا هنايا او الا جينا حسبنا القيمه ديال او فهاد لو بوين غتكون كبيره ولكن يجب نحسبنا او في هاد لو بوين تكون صغيرة على هاد القيمة هادي ولكن إلا خرجنا على هاد المجال كتكون مهملة. يعني كتكون واحد مهملة كما كنقولو انها مكتأثرش. يعني واخا جبتي الشحنة متأثرلكش بزاف الشحنة متأثرش حتى كدخل لهاد المجال غتأثر. المهم هنايا خصك تفهم ان المسافة كتلعب دور صافي. كل ما بعدنا المسافة كل ما لو شون الكتروستاتيك كتكون التأثير ديالو قليل يعني ما كيأثر ليناش بزاف على الشحنة. يعني جبنا واحد الشحنة أخرى حطيناها هنا ما تأثرش ولكن إلا دخلنا في هذا المجال دونك غتأثر صافي. باش أتأثر بهاد لو شون الكتروستاتيك اللي نتجات لنا هاد البلوس هادي سي بيان. ألوغ نحيو ألوغ منين جات هاد لابولاسيون اللي كتبناها؟ راه جات من لا لوا دو كولون. إلا جينا نشوفو في لا لوا دو كولون أشنو عندنا؟ هنايا ركز معايا في لوا دو كولون راه ضروري يكون عندنا جوج شحنات. هنا راه عندنا شحنه وحده قدرنا نحسبو او ولكن باش نديرو لوا دو كولون خاص يكون عندنا جوج شحنات. اشنو غادي ندير؟ غنفترض انني نهز واحد الشحنه نحطها هنايا صافي. مزيان ركز معايا غادي نحط واحد الشحنه هنايا هي بالحمرا هاكاك غنسميها غنديرها بوزيتيف صافي موجبه شحنه موجبه غنسميها اش؟ غنسميها كو دو سي تخي بيان. هاد الشحنه اللي حطيتها فاش حطيتها؟ راني حطيتها في هذا المجال او
اللي نتجنى هاد هاد كيو ان، يعني هاد الشحنه غادي تاثر ب او. صافي، يعني عندنا واحد هانتوما، عندنا هاد المجال هذا، هو هذا هو او. صافي، جينا حطينا شحنه هنايا، شحنه بلوس. هادشي اللي درنا، اشنو غادي يوقع لهاد البلوس؟ غادي تطبق عليها واحد لا فورس اف. هاد لا فورس اف غتكون الاتجاه ديالها الاتجاه ديال او. مزيان، يعني اش؟ يعني هاد لا شارج هادي غيطبق عليها واحد لا فورس هي بالصاق، غادي نسميوها اف. مزيان، هاد اف هادي، هاد اف اشنو كتساوي؟ اف حتى دابا قلناها اف، هاد القوة اف، عفوا هاد لا فورس اف اشنو كتساوي؟ كتساوي لنا كي في او. مزيان، يعني هاد اف اللي هنايا، هاد اف هادي اللي عندنا هنايا، اش تساوي لنا؟ تساوي لنا كو في او. شكون هي كو؟ ديال ديك الشحنه اللي زدنا كو دو، يعني كو دو فاش في او، في او، فهاد او اللي بالخضر. سي تري بيان، هاد او راه حسبناها هو القيمه ديالو. يعني اشنو تعطينا؟ يعني نعوضوها هنايا، يعني تعطينا ك في كو ان في كو دو على اش؟ على ار او كاري. ار او كاري، باش كتفكر كهاد لاغولاسيون هادي، كتفكرنا ب لا فورس ديال اش؟ ديال لا لوا دو كولون. صافي، لا لوا دو كولون كتساوي لنا كا في لا شارج الاولى كو ان في كو دو في المسافه ار او كاري. مزيان، هنا كنهضرو على موجب، حنا لا نو. صافي، هنا كنهضرو على، لان ما درناش المتجه وكان درنا هنا لي فيكتور، حنا كنهضرو دابا على السكالير، كنهضروش على لي فيكتور. ما حيت كدير فيكتور راه خاصك تسقطها اكسيتيرا. هذا نشوفو لي زيكزيرسيس ونشوفو هاد الحالات. غير ركز معايا باش انك تفهم. دونك دابا فهمنا من جبنا هاد لاغولاسيون. دونك هاهي، حنا استنتجنا انك كتساوي كو ان في كو دو على ار، وهادشي اللي قرينا في الحصة الفايتة واللي مطبق هنايا. مزيان، دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو نخدمو واحد بيتيت اكزيرسيس، ها هو، ونضبطو المسائل ديالنا. يلا ركز معايا مزيان. هنايا عندنا جوج شحنات. الوغ فهاد ليكزارسيس شنو عندنا؟ عندنا جوج شحنات عندهم نفس القيمة. صافي، وعندنا واحد المسافة. دونك عندنا هاد لو بوان هادي نسميها حنا ام. دونك ام سي تخي بيان. دونك المسافة اللي ما بين هنا وهنايا واحد متر، ومن هنا لهنا واحد متر، ومن هنا لهنا واحد متر. سي تخي بيان. السؤال اللي مطروح هنايا نحسبو لو شون إلكتروستاتيك في لو بوان ام. مزيان، هنا راه عندنا جوج شحنات، يعني غادي يكون عندنا جوج شون الكتروستاتيك، وهاد جوج خاصنا نديرهم اسقاط باش يعطيونا الكتروستاتيك توتال اللي كتاثر لينا في هاد لو بوين ام. سي تري بيان. الوغ ركز معايا مزيان. اول حاجه اشنو عندنا؟ عندنا ان لو شون الكتروستاتيك او اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ك في كو على ار او كار. سي تري بيان، هاد لاغولاسيون غادي نخدموها. الوغ اشنو عندنا هنايا؟ عندنا اول حاجه الشحنه الاولى غادي نسميها انا كو ان، هادي نسميها انا Q1، وهذه نسميها Q2. مزيان، شنو قلنا في الكون؟ قلنا بما انها شحنه موجبه، يعني لو شون الكتروستاتيك اللي تنتجنا الشحنه الموجبه تيكون خارج، يعني حنا في هذا لو بوين ام، يعني الاتجاه ديالها طن 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 طن. يعني هنا تيكون خارج، يكون الاتجاه ديالو هكا. دونك هذه نسميوها E1. سي بيان، هذا هو الاول. حتى الشحنه راه كتاثر في هذا لو بوين. يا سي بيان، شحنة موجبة يعني خارج حتى هو، ها هو او دو. مزيان، دابا غنحسبو القيمة ديال او ان بهاد لاغولاسيون هادي. بعدا نحسبو او ان ونشوفو شحال غتعطينا. او ان، او ان شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا كا، كا شحال هي كا؟ هي تسعود في عشرة أس تسعود. سي تخي بيان، فوا اش؟ ركز معايا. فوا كو، حنا كنهضرو على الشحنة الأولى، راه عندهم نفس القيمة. صافي، ربعة، ولكن حنا نحولوها للكون، يعني نضربو ربعة فاش؟ في عشرة أس ناقص ستة، باش تحولوها للكون، ضروري، لأن الوحدات ضروري، الكون، هنا خاصو يكون المتر، راه متر، مكاينش المشكل. دونك في إر أو كار، يعني المسافة اللي ما بين الشحنة و إم، يعني هاد المسافة. دونك كي غنديرو نحسبوها؟ عندنا مثلث، يعني الوتر او كاري كيساوي لنا دي المحايد او كاري زائد دي المقابل او كاري. سي تري بيان، يعني الا جينا نشوفوا هذا الوتر شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا واحد او كاري زائد واحد او كاري والغاسي، يعني شحال هذه هي غاسي دو دو،
يعني غاسين لا ميم شوز حتى هنايا غاسين دو دو لين واحد واحد راه غاسين دو دو خاصيه المثلث ما كاينش المشكل في هذه دونك المسافه اللي ما بين هذه وهذه هي غاسين دو لكل اش او كار سي تري بيان دونك نهز لي كالكول غادي نحسب عندك هنا هذه مع هذه تعطينا جوج جوج مع اربعه غاتمشي لنا جوج غاتبقى لنا جوج دونك جوج في 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 18 ها هي 18 وعندنا 9 و 6 يعني 10 و 6 3 10 و 6 3 مزيان الوغ يعني شحال تعطينا غتعطينا 18 في 10 و 6 3 الوحده هنايا كما العاده النيوتن على كوم سي تري بيان الوغ احنا حسبنا او 1 او 2 راه نفس النتيجه كتساويها او 2 صافي نفس النتيجه القيمه ديال او 2 راه نفس النتيجه لان اذا نحسبوا المسافه راه بحال بحال كي راه حطيتها بحال بحال دونك كلشي بحال بحال غتبقى تكون نفس النتيجه سي تري بيان دابا شنو غادي ندير انا عندي او 1 و او 2 واش غادي ندير ان او توتال كتساوي او 1 زائد او 2 لا غادي لا ما كنديروش هكا غنمحي اشنو غادي ندير غادي نسقطها على اكس وعلى ايكغيك يعني خاصو يكون واحد لا فيكتور لي يونيتير لي بحال بحال يعني غادي نجيب انا هاد اللاكس هذا غنسميه اكس وهاد اللاكس هذا غنسميه ايكغيك مزيان يعني لا فيكتور يونيتير ديال هذا نسميه جي ولا فيكتور يونيتير ديال هذا نسميه اي سي بيان دابا ركز معايا مزيان الوغ شنو غادي ندير غندير الاسقاط ديال هاد او 1 على اكس مزيان هاد الزاويه اللي عندي هنايا نسميها تيتا راه هي اكزاكتومون هادي هي تيتا صافي وهذه حتى هي بما ان 90 هنا و 90 هنا دونك غتكون هذه هي حتى هي تيتا سي تري بيان صافي الوغ الا درنا الاسقاط اللي هنايا اشنو قلنا الا درنا الاسقاط ديال هذا فان او 1 او 1 دونك حنا اش بينا بينا هادي بينا هادي يعني نسميها او اكس 1 صافي اشنو كتساوي لنا كتساوي لنا لا نورم ديال هذا يعني او 1 فوا اش شوف الاسقاط هادي تسقطوها على هنايا يعني الضلع المحايد بما انه الضلع المحايد كوس كوس تيتا فوا اش فوا فيكتور انيتير ديال هادي هو اي هو اي الشيء راه شفناه في الميكانيك دو بوان ماتيريال شفناه في الرابيل ماتيماتيك الناس اللي ما قراوش الميكانيك دو بوان راه حطيت لكم في الحصه الفايته في التحت حطيت لكم رابيل ماتيماتيك هادشي راه مشروح مزيان هذا فيما يخص او 1 دابا هاد كوس تيتا انا هاد تيتا راه انا اللي حاطها خاصني نحيدها دونك هادي كوس كوس تيتا شنو كتساوي لنا الكوس كيساوي لنا الضلع المحايد ها هو واحد واحد متر على اش على الوتر الوتر هو غاسين دو دو مزيان يعني نقدر نعوضها هنايا شحال غتعطينا او فوا واحد على غاسين دو دو فوا اي سي تري بيان الوغ دابا احنا حسبنا او اكس ان دابا غادي نحسبو او اكس ان ها هو سقطناه مزيان او اكس دو اشنو غادي يعطينا نفس النتيجة هانتوما شوفو معايا شوف معايا شنو غادي يعطينا غنطولو هدا او اكس دو باش نجمعوهم مزيان غادي نسقطو هدا هنايا دونك هاد الزاوية هادي اكزاكتومون هادي هي تيتا دونك هاهي هادي الا سميناها هادي تيتا دونك هادي حتى هي نسميو حنا كاع هادي الفا باش نخرجو من باب واسع هانتوما سميو هادي الفا دونك هاد الزاوية راه حتى هي الفا هانتوما هانتوما سي تخي بيان الوغ ركز معايا مزيان دونك يعني ان او اكس دو غادي نسقطوها اشنو كتساوي لنا لا نورم ديال هادي او دو فوا اش هنا غادي نسقطوها على هادي يعني اشنو عندنا هنايا الضلع المحايد يعني كوس كوس الفا مزيان في لا فيكتور يونيتير هنا لا فيكتور يونيتير راه هاكا ماشي هاكا يعني الاتجاه هذا اي يعني هذا اللي منع هو موان اي مزيان يعني موان اي موان اي سي تري بيان دونك هذا شنو كيساوي لنا كوس كوس الفا راه لا ميم تكنيك كوس الفا كيساوي لنا الضلع المحايد على الوتر غاسين دو دو سي تري بيان دونك هادي تساوي لنا موان او فوا اش هو واحد على غاسين دو دو في اي
مزيان. إذا جينا نحسبو، إذا جينا نحسبو او توتال او اكس توتال، اشنو كتساوينا؟ كتساوينا او اكس ان زائد اكس دو، هذا زائد هذا، راه هذا الناس القيم، غير هذا مو هذا بلوس، يعني صفر. يعني هذا انا فيكتور هنا نديرو فيكتور، يعني صفر. بالنسبة لإكس شحال عطانا؟ صفر. دابا نمشيو لا ميم تكنيك، نمشيو لإيكغيك. أجي نسقطو على إيكغيك. ألوغ دونك ركز معايا مزيان، ناخدو شي كولور آخر باش يبان هادشي، ناخدو الأحمر. دونك ها هو ها أو أن، هذا دابا بغينا نحسبوه. ركز معايا، أو إيكغيك أن أش كيساوي؟ مزيان او ايغريك ان. دونك نسقطو على ايغريك، هاي هذا هو او ايغريك ان. اشنو كيساوي لنا؟ ها الزاويه تيتا هي اللي عندنا هنايا، الزاويه تيتا هنا مزيان. هنايا شوفي نحسبو الضلع المقابل، يعني شنو تعطينا؟ تعطينا لا نورم ديال هذا هو او ان فوا اش فوا الضلع المقابل، يعني سينوس سينوس تيتا فاش في لا فيكتور اونيتير ديال هذا هو جي، هو جي مزيان. دابا جي نحسبو سينوس تيتا شحال تعطينا؟ سينوس تيتا هي هو الضلع المقابل على الوتر، يعني واحد على غاسين دو دو. دونك شنو تساوي لنا؟ او او واحد فاش فواحد على غاسين دو دو، سي تخي بيان. ولكن ما نساوش شي، حنا حسبنا او ايكغيك ان، اجي نحسبو دابا او ايكغيك دو شحال تعطينا؟ لا ميم تكنيك، هذا نسقطو على ايكغيك، يعني نسقطو هنا، يعني هاد الفا هادي هاد في هادي هاي الفا، الفا هاي الفا هنا. دونك حتى هنا الضلع المقابل، يعني لا نورم ديال هذا او دو فوا اش فوا سينوس تيتا في جي، سينوس في عفوا في اللي عندنا هنا، عندنا سينوس في اش كتساوي لنا؟ الضلع المقابل واحد على الوتر غاسين دو دو. مزيان، يعني تعطينا او دو في واحد على غاسين دو دو في جي. مزيان، حنا عندنا او ان او دو راه متساويين نفس القيم، او ان او دو راه نفس القيم، يعني الى جينا نحسبو او توتال او ايكغيك توتال اشنو كتساوينا؟ كتساوينا هذا زائد هذا، يعني تعطينا هذا زائد هذا نفس العدد، يعني جوج مرات، يعني جوج او ان واحد على غاسين دو دو في جي، سي تخي بيان صافي. مزيان، دابا عندنا او ايكغيك توتال او اكس توتال اشنو غنحسبو؟ غادي نحسبو او توتال، او توتال او توتال شنو كتساوينا؟ كتساوينا نورمالمون، نكتبو الخاصيه كامله، نورمالمون او اكس ياك او اكس توتال او كاري زائد او ايكغيك توتال او كاري زائد او اكس توتال فوا او ايكغيك توتال في كوس الزاوية اللي ما بين او ان او او دو، صافي نورمالمون حنا كتبنا الخاصية كاملة صافي. الزاوية اللي ما بين او ان او دو اكس و ايكغيك هي 90، كوس 90 شحال هي كوس ديال 90؟ راه هي زيرو، يعني هذا كامل كيمشي للزيرو، يعني هذا مشى كامل للزيرو، يعني كيتحيد. نورمالمون نتوما البروف كيخدمكم بحال هكا، كيكتبها لكم اكزاكتومون هكا، لان كوس 90 كيمشي للزيرو، سي تخي بيان. عندنا اكس توتال شحال عطاتنا؟ صفر، شحال من زيرو، سي تخي بيان. يعني راه اكزاكتومون او توتال راه هي غيمشي لغاسين مع او كاري تعطينا او ايكغيك توتال، يعني او توتال هي او ايكغيك توتال. مزيان، شحال هي او ايكغيك توتال؟ هي لا نورم ديال هادي، يعني كنعرفو لا نورم ديال فيكتور اونيتيغ جي شحال كيساوي لنا؟ واحد، لان فيكتور اونيتيغ اي فيكتور اونيتيغ لا نورم ديالو راه كيساوي واحد. مزيان، واحد، يعني بقى لنا هادي، بقى لنا جوج او ان واحد على غاسين دو دو، سي تخي بيان. الوغ نحيو هادشي، أي نتيجة محينا شحال خرجت لنا؟ إيه 18، مازال عاقل عليها نحيو، كاش مشكل. دونك لقينا أن أو توتال هاهي أو توتال كتساوي لنا، دونك جوج مع هادي تمشي، غتبقى لنا غاسين دو دو الفوق، أو أن، سي تخي بيان. الوغ شحال كتساوي لنا؟ شحال قلنا او ان شحال عطاتنا؟ عطاتنا 18، ياك 18 في 10 اس 3، غنكتبو هنا او ان عطاتنا 18 في 10 اس 3، سي تخي بيان. دونك غنضربو هنا، يعني عطاتنا 18 غاسين دو دو
فعشرة أس تخو نيوتن إلى نيوتن إلى كو سي تخي بيان. ألوغ هادي فيما يخص او توتال احنا حسبناه. ألوغ هنايا يقدر يعطيك كيستيون آخر يزيد لك كيستيون في كيستيون دو كيقولك إلا زدنا واحد الشحنة واحد لاشارج هانتوما شو معايا إلا قالك زدنا حطينا واحد لاشارج هنايا دونك نديروها بالزرق زدنا حطينا واحد لاشارج هنايا واحد لاشارج بوزيتيف هاد لاشارج بوزيتيف غنسميها كي القيمة ديالها خمسة ولا نمشيو الناس الوحدة لي كولون سي بيان الو القيمة ديالها هو خمسة مزيان هاديك كحسب لي لا فورس توتال اللي مطبقة على هاد الشحنة هادي سهلة اشنو غتجي دير نتا كاين دو تكنيك جوج ميثود لا ميثود الاولى هي لا ميثود اللي قرينا في الحصة الفايتة يعني اشنو غادي دير غتقول ان هاد الشحنة هادي دونك نحاولو نعاودو نقادو هادشي الوغ عندنا هنايا الشحنة الاولى فيها اربعة ياك الشحنة الثانية هنايا في أربعة إكزاكتومون الشحنة الثانية هي اللي زدنا هنايا قلنا أن زدنا حطينا فيها خمسة إكسيتيرا ألوغ قلنا المسافة هنايا إكزاكتومون واحد متر واحد متر هاد المسافة حتى هي أن متر حسبنا هاد المسافة عطاتنا غاسين دو دو وهاد المسافة إكزاكتومون غاسين دو دو سي تخي بيان ألوغ حنايا الهدف ديالنا هو نجبدو لي فورس توتال اللي مطبقة بالنسبة لهاد الشحنة كي هادي هاد الشحنة سميوها كي تخوا مزيان الوغ هنايا عندنا جوج شحنات اللي كيأثرو على هاد الشحنة كي تخوا كاينة هاد كي أن وكاينة هاد كي دو مزيان هاد كي أن موجبة وهاد كي تخوا موجبة يعني يوقع واحد التناظر يعني لا فورس الأولى هاهي اف اللي كيطبقها واحد على 3 شي راه شفنا في الحصه الفايته عندنا لا فورس كي 2 مع كي 3 لا ميم شوز كاين تعرفوا لانها موجب موجبه نسميوها لا فورس اللي كتطبقها جوج على 3 سي تري بيان ما نساوش لي فيكتور الو الى جينا عندنا دو تكنيك باش نحسبوا لا فورس توتال اما غادي نسقطوا على x و y كنجبدو لا فورس اما اننا غادي نخدمو لا غولاسيون سويفون اون ديريكتومون حنايا عندنا او توتال راه عندنا ها هي او توتال دونك و عندنا كي دونك لا فورس نجبدوها قلنا ا نكسبو لو بروف قلنا ا شنو عندنا عندنا ان او شنو كتساوي لنا كتساوي لنا اف مقسومه على كي سي تري بيان دونك حنا رمزنا لها بكي كبير ياك مزيان هذا كيعني ان حنا كنهضرو على او توتال وهنا اف يعني ان اف توتال شحال كتساوي لنا كتساوي لنا او توتال في كي يعني شي حاجه اللي سهله بزاف دونك لا نورم ديالها اف توتال هذاك يعني ان اف توتال اشنو كتساوي لنا كتساوي لنا هذه في هذه دونك او توتال هي هذه هي تعطينا 18 غاسين دو 2 فوا اش فوا 5 فوا 10 اس 10 اس ناقص 6 في 10 10 أس ناقص 6 في 10 أس 3 ما هذه شنو درنا شدينا هذا ها هي وضربناها في 5 حولناها للكولون دونك هذه راه 5 ملي كولون دونك نضربوها في 10 أس ناقص 6 باش تعطينا بالكولون ضروري انه يكون بالكولون دونك يعني ان اف توتال اللي كنقلبوا عليها ما هي الا دونك هذه مع هذه دونك نديرو 5 في 18 يعني 90 5 في 18 90 ياك دونك لان 18 مقسومه على جوج هي هذيك هي 99 في 5 دونك كتعطينا 45 و 45 في جوج هي 90 صافي دونك 90 في غاسين دو 2 ها هي غاسين دو 2 في 10 اس ناقص شحال 6 مع 3 تعطينا 10 اس ناقص 3 دونك نيوتن دونك هذه هي لا فورس توتال اللي مطبقة على هاد كي 3 سهلة ولكن إلا بغيت نخدم لا تكنيك القديمة نقدرو نخدموها خاصنا نلقاو حتى في النتائج دونك ضروري نحسب اف دو واحد على تخو اف دو دو على تخو غنبداو باف واحد على تخو لا فورس اف واحد على تخو غنديرو لا نورم ديكتومون كتساوي لنا كا في لاشارج ديال ان ديال هادي هي ربعة ياك منساوش في عشرة أس ناقص ستة
باش نحولوها للكولوم بلوس فوا فوا لا شارج 3. لا شارج 3 هي 5، هي 5 في 10 اش اس ناقص 6. سي تري بيان، مقسومه على اش المسافه اللي بيناتهم او كاري، يعني غاسين دو دو او كاري ايغال. دونك كشكون هي كا هي تسعود في 10 اس اش اس تسعود. سي تري بيان، نبداو بال 10. عندنا 10 اس تسعود هاي 6 مع 6 هي 12، ناقص 12 مع 9 هي 10 اس ناقص 3، هي 10 اس ناقص 3. دونك مشاو هادو. دونك عندنا هنا جوج او كاري، يعني تعطينا غاسين جوج او كاري، يعني جوج جوج مع 4 تبقى لنا جوج الفوق، جوج في 5 10، 10 في 9 90، يعني تعطينا 90. سي بيان، تعطينا 90 في 10 اس ناقص 3. دونك هادي هي فيما يخص اف ديال 1 على 3. اف ديال جوج على 3 لا ميم تكنيك كو 2 في كو 3 على المسافه، مقسومه على المسافه بقى. ولكن هنا راه عندنا نفس الحاجه، عندنا نفس المسافه، عندنا نفس القيام، لان هذه 4 4 دونك كتخرج لنا نفس النتيجه، يعني حتى هذه كتساوي لنا اف ديال 1 على 3 جوج على 3، لان اف جوج على 3 كتساوي لنا اف ديال 1 على 3 وكيساوي لنا 90 في 10 اس ناقص 3 نيوتن. سي تري بيان. دابا جبنا لا نورم ديالو، دابا حنا نديرو الاسقاط على اكس و ايغريك باش نجبدو. دونك نورمالمون كيما كتشوفو الا سقطنا على اكس راه غادي يعطينا زيرو. هانتوما هانتوما هانتوما، شدينا هذا سقطنا على اكس غادي يعطينا هذا، و شدينا سقطنا على اكس يعطينا هذا الاتجاه، يعني هادي هاهي الاتجاه ديالها من هاد الجي و هادي هي الاتجاه ديالها من هاد الجي. دونك هادي راه كتساويها لينا عندنا لا نورم كيتساوي، دونك هادي تمشي مع هادي، دونك كتعطينا اف توت اف دو اكس توتال ما هي الا زيرو. صافي سي تري بيان، كيما درنا الاو لا ميم تكنيك. دونك دابا نسقطو على اش، على ايكغيك. ها هو ايكغيك، ايكغيك عندو واحد لا فيكتور يونيتير جي، مزيان. الوغ الى جينا نسقطو، ها هو الاسقاط ديالو، جينا نسقطو هنايا الاسقاط يعني كل جمع ما غاديش يكون هنايا عندهم دونك عكس الاشاره. الوغ ركز معايا كونتر دو سين. الوغ هنايا شنو قلنا؟ كما نفس العلاقه عندنا، هذه هي تيتا، مزيان، يعني هذه هي تيتا. سي تري بيان، يعني هذه هي تيتا. هاي دونك انايا بغيت اف دو واحد على 3 الى سقطناها على اكس، ها هي اكس و هنايا اش بغيت انايا؟ بغيت اف بالنسبه لايكغيك ديال اش ديال 1 على 3 نسميوها اف دو ايكغيك دو 1. صافي مزيان، اشنو كتساوي لنا؟ اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا نورم ديال هادي هي اف 1 على 3 فوا اش فوا هاد تيطرق قدامها، يعني سينوس 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 تيتا سينوس تيتا فاش في لا فيكتور يونيتير ديال هذا هو جي. ما درنا والو، شدينا هاد لا فيكتور هذا سقطنا على ايكغيك عطانا هاد النتيجه، حنا سقطنا على ايكغيك عطانا النتيجه. صافي مزيان. الو بالنسبه لاف دو ايكغيك دو لا ميم تكنيك، شنو كيساوي لنا اف دو جوج على 3 لا نورم ديالو فاش نسقطو في هذا. دونك عندنا هاد الزاويه هادي، هادي نسميها انا الفا، يعني هاد الزاويه هي الفا. مزيان، دونك الا درنا الاسقاط يعني هاد الزاويه هي الفا، دونك دير المقابل يعني سينوس الفا، سينوس الفا في جي. مزيان، دونك دابا جي نحسبو شحال غتعطينا اف واحد على 3 راه هي هادي، هي يعني 90 في 10 اس ناقص 3. فاش نضربو في سينوس تيتا؟ الوغ سينوس تيتا اش كيساوي؟ الضلع المقابل، هاهي الضلع المقابل هو واحد مقسوم على الوتر غاسين دو دو، يعني واحد على غاسين دو دو. سي تري بيان، لا ميم تكنيك هنا، غادي يعطينا 90 في 10 اس ناقص 3. شحال هو سينوس الفا؟ سينوس الفا هو الضلع المقابل واحد مقسوم على الوتر غاسين دو دو، لا ميم تكنيك. هانت مزيان، دابا هنايا اشنو عندنا؟ عندنا جي و جي، دابا غادي نجمعهم. يلا ركز معايا، يعني انا بغيت اف ايكغيك توتال شحال كتساوي؟ كتساوي هذا زائد هذا نفس العدد. مزيان، يعني جوج مرات، يعني جوج فوا اش فوا 90 في 10 اس ناقص 3 في 1 على غاسين دو دو جي. مزيان، غاسين دو دو مع هادو غادي يمشيو، شحال غادي يبقى لنا؟ غاسين دو دو هو مشى،
هتبقى لنا غاسين دودو، هتمشي مع دو هتبقى غاسين دودو. مزيان، يعني ان اف اكغيك توتال عطانا هاد النتيجة هادي. مزيان، عندنا حنايا اف اكغيك توتال وعندنا اف دو اكس توتال، غادي نجبدو اف توتال. اف توتال شحال كتساوي غاسين ديال اش ديال اف دو اكس توتال او كاري زائد اف دو اكغيك توتال او كاري نورمالمون زائد اف اكس توتال اف اكغيك توتال في قوس الزاوية. قوس الزاوية اللي ما بين هادي هو 90، يعني صفر، يعني تلقى لنا هادي صافي. اش كتساوي هادي مشات لزيرو صافي، ساوت لنا زيرو، بقات لنا هادي اف دو اكغيك توتال، هادي تمشي مع هادي، دونك اكزاكتومون اف دو اكغيك توتال، يعني اف توتال كتساوي لنا اف دو اكغيك توتال. ها هي اللي نشد انا لا نورم ديال هادي، هي لا نورم ديال هادي. دونك لا نورم ديال جي كنعرفو انه ايكال ان، يعني تبقى لنا غير هادشي اللي وصل، يبقى لنا غاسين دو دو سبقو 90، يعني 90 غاسين دو دو فوا اش فوا 10 اس ناقص 3 سي تخي بيان. واش هادي هي هادي اكزاكتومون هي بنيوتون، لان حنا كنقولو اف لونتونسيتي سي تخي بيان. دونك عندنا 90 غاسين دو دو فوا 10 اس ناقص 3، يعني كيما شتي خدمناها بدو تكنيك، ولكن نورمالمون في الامتحان الا خدمتي او توتال اون ديريكتومون كتخدم هاد لا غولاسيون هادي وكتجبدها، ماشي تجبد او توتال عاوتاني عاوتاني تجيب عاوتاني اف و اف وتسقط. راه شي مره كيكون عندك 6 د لي شارج ولا 7، دونك راه خاصك بزاف د الحسابات صافي. هنا راه كاين 3 د لي شارج، ولكن في الامتحان يقدر يعطيك 6 يعطيك 7 يعطيك 8 اكسيتيرا باش يشوف واش فاهم. دونك انت كتسقطهم على اكس ايكغيك اكسيتيرا. الوغ هادشي اللي كاين في هاد الحصه هادي، نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. الوغ بالنسبه للناس اللي بغا يشاركوا معنا في العرض مرحبا بكم، راه غادي نخدموا لي زيكزيرسيس بجميع الانواع ديالهم اللي ممكن انه يتحطوا في ليكزام. الوغ نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الثالثه ان شاء الله.